لما بنشوف شخص ناجح ومحقق أهدافه وطموحاته بنبقى عايزين نعرف يا ترى هو وصل لكده ازاي. أنا بوس سليم وفي الفيديو ده هعرفك ازاي توصل لأحلامك وطموحاتك بكل سهولة وايه الكورسات اللي ممكن تفيدك في حياتك العملية. احنا في أكاديمية بيلدرز بنقدم لك كورس تأهيل لسوق العمل وكمان HR ومحاسبة وإنجليش ومايكروسوفت أوفيس وكلها أونلاين يعني من غير ما تتعب نفسك وانت في مكانك من خلال زوم أبليكيشن. بالنسبة لكورس تأهيل سوق العمل هتتعلم فيه أهم المهارات اللي ممكن تحتاجها في سوق العمل، ومن خلال كورس HR هتتعلم فيه قانون العمل والطرق الحديثة للتوظيف. وبما ان مفيش شركة تقدر تستغنى عن مهارات الكمبيوتر سبيشالي الاكسل، عشان كده احنا هنعلمك ازاي ترتب المعلومات والبيانات وعرضها بشكل سليم وتفاصيل تانية كتير، وده من خلال كورس المايكروسوفت اوفيس. وفي كورس المحاسبة من أكاديمية بيلدرز هتعرف ازاي تبقى محاسب مميز في اي شركة او اي قطاع. وعلشان تزود فرص العمل قدامك لازم تتعلم اللغة الانجليزية من خلال كورس مدته من 6 ل 8 شهور هنهتم فيه باحتياجاتك باللغة، وكمان هندربك على الممارسة. وتكلفة اي كورس من كورسات بيلدرز في متناول الجميع، يعني مالكش حجة. وبكده تكون اخترت طريق النجاح وهتقدر تلاقي وظيفة احلامك بكل سهولة مع بيلدرز. للتواصل والاستفسار